الفنان يوسف شعبان اتجوز 5 مرات في حياته، أولهم هي الممثلة ليلى طاهر. جوازه مستمر مدة 4 سنين، وخلال ال4 سنين دول حصل بينهم انفصال 3 مرات. بعدها اتجوز من نادية إسماعيل شيرين، ودي تبقى بنت أخت الملك فاروق. وبعد ما انفصل عنها اتجوز للمرة الأخيرة من واحدة كويتية اسمها إيمان خالد، وأنجب منها أبنائه زينب ومراد. اسمه يوسف شعبان شحاتة شميس، اتولد 16 يوليو سنة 1931 من شبرا. التحق بفريق التمثيل وهو في الكلية، وبعدها دخل المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأت مسيرته الفنية سنة 1961 في فيلم في بيتنا رجل، ومن بعدها توالت الأعمال السينمائية عليه واللي تجاوزت 133 عمل سينمائي. ومن أهم أعماله هو فيلم باريس الحب والشهد والدموع ورأفت الهجان. توفى الفنان الكبير يوسف شعبان في 28 فبراير سنة 2021 عن عمر ناهز 90 سنة بسبب إصابته بفيروس كورونا.